منتقائهم، والمصير الأكبر هو بيد حراس المرمى. من سيتألق في هذه المقابلة؟ من سيبرز في هذه المقابلة؟ هل يحيى الفيلالي أم أمير البرقادي؟ على أي إنسان يعين؟ الحرش يمكن نقول العلامة الكاملة، أدار المقابلة بدون ضجيج أو ضوضاء كما عايته دائما، هو صارم حتى مع نفسه، صارم حتى مع نفسه، سمعته تسبقه. فبذلك أول يعني المتحمسين للتنفيذ العميد، لأن أصعب ضربة ترجيحية هي الأولى والحاسمة الأخيرة، هي الأولى والأخيرة الحاسمة. شجاعة كبيرة، عبد الرحيم الشاكير يتولى تنفيذ هذه الضربة الترجيحية الأولى لفريق الجيش الملكي أمام حارس يقظ، أمام حارس يقظ في قيمة الحارس الشاب والواعد يحيى الفيلالي. الشاكير ينطلق، أشار له حكم المقابلة، لحظة تركيز كبيرة، يركن كرته بشكل صحيح، يركن كرته بشكل صحيح. إذن موفق فريق الجيش الملكي، 1-0 لفريق الجيش الملكي أمام فريق المركزي. ضربة ترجيحية تحبس الأنفاس في المقابلة. أمين البرقادي هادئ، أمين البرقادي هادئ، المنفذ هذه المرة المهدي كرويطة. المهدي كرويطة وجه اللوز أمام حارس أمير البرقادي، أشار له حكم مقابلة. المهدي كرويطة ينطلق، يوقع بطريقة رائعة، 1-1. لقاءات كثيرة حتى النهائية في منافسة كأس العرش انتهت بضربة ترجيحية، هذا يعطي الانطباع أن الحظوظ متساوية، تغيب الدوب الفوارق، وكل فريق يطمح للوصول للمباراة النهائية. إذن الفرصة الثانية لفريق الجيش الملكي، يوسف العمري أمام الحارس الفيلالي، يوقع موفق بلد إلياس حداد، عفوا إلياس حداد، 2-1 لفريق الجيش الملكي. موفق الأول العميد عبد الرحيم الشاكير، والثاني إلياس حداد فوقت لمهدي كرويطة، سجل الهدف الوحيد وضربة الترجيحية الوحيدة لفريق المغرب الفاتح حتى الآن. الفرصة الثانية، الفرصة الثانية لفريق المغرب الفاسي، 11 متر بالضبط من نقطة التنفيذ على خط المرمى. البرقادي، البرقادي أمام حسام أمهنان لاعب فريق المولودية الوجدية سابقا. أمهنان، 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 هدفان داخل كل شبكة، هدوء كبير من كل منفذي حتى الآن. الشاكير وحداد موفقا للجيش الملكي، والمهدي كرويطة وأمهنان موفقا لفريق المغرب الفاسي. روح رياضة كبيرة، روح رياضة كبيرة ما بين اللاعبين، لحظات صعبة للغاية خصوصا اللاعبين الذين تناطلهم لهم مهمة التنفيذ، مجهودات سنة ومجهودات طموح للوصول للمقابلة النهائية تختزل في هذه اللحظات، في هذه اللحظات. هذا ليركي لاعب سابق لفريق حسين تاكادير، صاحب يسرى مهمة. ليركي أمام الحارس المتألق يحيى الفيلالي، لا 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 2-2
ما بين الفريقين وفريق الزمالك اضع ضربه جزاء منذ حين او ضربه ترجيحيه منذ حين. هذا محمد مروان. مروان يسدد ويتوفق. 3-2 لفريق المغرب الفاسي. 3-2 لفريق المغرب الفاسي وكل فريق نفذ 3 ضربات ترجيحيه. الان الدور ديال المهدي بالرحمه. المهدي بالرحمه ضربه الترجيح الرابعه لفريق الجيش الملكي في مقابله تجمع بين فريقين كبيرين، ولكن ان كان احدهما الان في القسم الاول هو فريق الجيش الملكي والاخر فريق المغرب الفاسي الذي اندحر للقسم الثاني ويبحث عن العوده للاضواء مجددا. يبحث عن الاضواء مجددا طبيعه الحال. 3-2 الضربه الترجيحيه الرابعه لفريق الجيش الملكي. المهدي بالرحمه امام الحارس يحيى الفيلالي. المهدي بالرحمه يضيع 3-2 وفريق الجيش الملكي اضع ضربتين ترجيحيتين، الاولى بوسطه ايوب والثانيه بوسطه بالرحمه وتوفق بوسطه الشاكير والحداد. يعني 3-2 لحظات عصيبه فمر الان في الاثناء يمر منها لاعب فريق الجيش الملكي في مقابله ستنتهي بضربه ترجيحيه. لمن سيبتسم الحظ؟ لمن سيبتسم الحظ؟ اظنه دي جي جيزا سيتولى تنفيذ هذه الضربه الترجيحيه الحاسمه اذا ما وقع توفق سيحلق بالماس عاليا لمربع النصف. على اي الكل في لحظه الذهول والكل يتابع ماذا باي سيناريو ستنتهي هذه المقابله بين الفريقين. قلت في بدايه المقابله في نزالات كاس العرش لكره القدم تدب الفوارق. ديتجي جيزا امام الحارس امين البرقادي. 3-2 لفريق المغرب الفاسي. 3 وهي الضربه الترجيحيه الرابعه للماس فهاد المقابله. في الوقت لي ايوب بالرحمه اضع ضربتين ترجيحيتين لفريق الجيش الملكي ووفق الشاكير والحداد. ديتجي جيزا ب 4-2 الماس تخلق مفاجأة من عيار كبير. الماس بالقسم الثاني تخلق مفاجأة من عيار ثقيل. يمكن نقول في المقابلة كانت تنتهي الجيش الملكي وتحسم، انما هذا السيل جارف من الاهداف اللي اضاعها التي اضيعت من طرف اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي حلقت بالفريق لي فتحات المجال للماس توقع هدف ديال التعادل اخر انفاس المقابلة. ومن بعد ذلك ضربة ترجيحية تحلق بالماس عاليا اللي دور الناس. فرحة كبيرة لكل مكونات فريق المغرب الفاسي وعنق كبير ما بين المدرب طارق سكيتيوي والغندور وباقي مكونات الماس مع باقي اللاعبين في الوقت لخيبة أمل كبيرة للاعبي فريق الجيش الملكي وأنصار فريق الجيش الملكي. إنها مباراة كأس عرش لكرة القدم تدوب في الفوارق وتكبر في الطموحات. الماس تحلق عالي لدور الناس. أول فريق يحجز تذكرة مرور لمربع الأقوياء فيما سينصب اهتمام فريق الجيش الملكي حول مستقبله الرياضي في منافسات الدوري الوطني لكرة القدم. إذا نهنئ فريق المغرب الفاسي بمرور لدور الناس. نهنئ كذلك فريق الجيش الملكي على هذا العرض الذي قدمه في هذا النزال عن دوري الربع. كان معكم عبد الحق الشراط من القسم الرياضي من القناة الأولى على ابتداء الدقائق هذه المقابلة. فرجة ممتعة أتمنى لكم على القناة الأولى في باقي المواد. ألقاكم في مناسبة قادمة بحول الله.